Hello my students and welcome to English with Ashraf Abed. I am an English teacher with over 10 years of experience teaching in schools and centers. So I'd like to help you learn or improve your English. مرحبا بكم طلابي حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي في درس جديد مع Mr. Ashraf Abed. Today we're gonna talk about unit one, lesson one. Narada إن شاء الله نتكلم على الوحدة الأولى بتتكلم عن my family and me. So let's start. Hello my students and welcome back to English with Ashraf عابد اهلا بيكم يا طلابي حبيبي طلاب الصف الاول إعدادي النهارده ان شاء الله هنشرح يونت 1 منهج نيو هالو. طيب يونت 1 يا مستر بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن my family and me. my family and me يعني عائلتي وانا. طبعا ده هيبقى درس جميل جدا وبسيط خالص وخلينا نبتدي الدرس زي ما عودناكم على طريقه البرين ستورمينج. ايه طريقة البرين ستورمنج دي يا مستر؟ اللي هي العصف الذهني، انك انت بتعصر مخك وتحاول تجاوب على الأسئلة من قبل ما أنا أقول لك الأنسر الإجابة بتاعتها. So let's start our lesson with two questions. Question number one is who is your great grandfather؟ مين هو؟ great grandfather. تقول لي grandfather ده يا مستر اللي هو جد. تمام يبقى great grandfather اللي هو grandfather's father اللي هو جد الايه جد الاب طيب what are great grandchildren تقول يا مستر children اطفال و grandchildren احفاد يبقى great grandchildren are the children of your grandchildren طيب before we explain the lesson I'd like you to watch this video so let's start Brother sister. brother, sister, brother, sister, brother, sister, brother, sister, grandma, grandpa, grandma, grandpa, grandma, grandpa, grandma, grandpa. Grandma, grandpa. I love my family. I love my family, oh, yeah. Yeah, I do. I love my family, I love my family, oh, yeah. Yeah, it's true. Okay and after you watch this video we know the family members بعد ما اتفرجنا على الفيديو ده يكون عرفنا أعضاء العائلة like my mother, أمي, my father, طبعا أبي, sister, أختي and brother, father, mother, sister and brother, طيب and me, مين اللي هو أنا, طيب ممكن نقول grandfather أو grandpa, grandmother أو grandma, okay طيب دول الـ family الأساسيين لو جينا مسكنا الـ family كلهم بقى أول حاجة هنبتدي بيها هي الجريت great grandfather و great grandmother جد الأب أو الأم وجدة الأب أو الأم طيب دول هيخلفوا مين يا مستر؟ هيخلفوا grandfather grandmother و great uncle و great aunt طيب فادر و grandmother جد والجد هيجيبوا مين؟ فادر and mother و aunt أن انكل uncle عم أو خالة وعم أو خال طيب فاذر ومادر يا مستر الفاذر والماذر دول طبعا هنقول ان هما هيخلفوا مين هيخلفوا سيستر براذر طبعا ان مي تمام وي براذر ان لو سيستر ان لو تمام يعني اخ غير شقيق هازباند ان وايف زوج وزوجة تمام اما انت وانكل هيخلفوا ابن عم او ابن عمة او خال او خالة اسمه كازن ومراته تبقى كازنز وايف تمام و آه وكازن وكازنز هازبند تمام طيب وعندي كمان طيب بالنسبه للهزبند وايف زوج وزوجه هيخلفوا آه son daughter son يعني ابن دوتر ابنه خلاص ممكن دوتر ان لو وسن لو يعني قلنا غير شقيق تمام طيب يا لو جينا الانتل وانكل هيخلفوا مين قلنا هيخلفوا نيفيو اند نيس الفرق بين نيفيو ونيس نيفيو اللي هو ابن الاخ هو ابن الاخت اما نيس بنت الايه بنت آه الاخت تمام او بنت الاخ اوكي طيب نيجي بعد كده آه قلنا جريت جراند فادر وجراند ماذر وممكن نقول جريد جراند بيرنتس تمام وممكن نقول جراند سان وجراند دوتر وممكن نقول عليهم جريد جاند تشيلدرن اوكي طيب هنحاول نركز في الصوره كده والموضوع سهل خالص وبسيط ويبقى كده اتكلمنا عن الفاميلي family members اعضاء العائله كلهم. So let's start these words تعالى ننوع الكلمات دي ونشوف انهي من من الكلمات دي الميل والفيميل الذكر والانثى. اول حاجه aunt عمه وخاله brother uh, dad daughter grandfather Great-grandfather, great-grandchildren, grandmother, mom, sister, son, uncle Okay Okay هتقول لي يا مستر طبعا الميل الذكور هنا عندي مين ها أنت لا يا مستر أموال brother ها dad, grandfather, son, uncle, و great-grandfather اما الفيميل اللي هي aunt daughter grandmother mom sister great grandmother يبقى كل دول اللي هم الايه؟ الفيميل اوكي okay. اوكي okay, let's look at علي's family تعال نبص كده على عائلة علي بيقول ايه؟ hello my name is علي I'm 13 this is a picture of my family دي صورة لعيلتي my mom's name is أميرة خلاص أمي اسمها أميرة and she is a teacher next to her جنبها is my dad he is, his name is عادل اسمه عادل he is a teacher too وهو كمان مدرس both يعني كل منهما both my parents are teachers at my school they have one daughter لهم بنت she is my sister لميا أختي لميا and she is nine years old And they have two sons وعندهم هي إيه طبعا ده تسع سنين وعندهم ولدين: me and my brother خالد. He's 11. وأخويا خالد عنده 11 سنة. Our grandmother is 64. جدتي عندها 64 and she's called هدى واسمها هدى. She's my mom's mother. هي أم أمي. My mom's father أبو أمي. is our grandfather, luwagiddi He is called Omar, Ismuar. He is sixty-four. Their daughters called Judy. Binduhum Judy. She's my mom's sister, Yeah And she's my aunt, Le Khalti. My uncles called Marawan, Ami Ismu Marawan. He's is a doctor. Their son, Ibn, is called Tariq, and he's my cousin هو ابن عمي it's his birthday today it's his birthday today يعني النهاردة عيد ميلاده he is three years old عنده ثلاث سنوات okay okay reread and find عيد الاضية وحاول توجد number one subject pronouns ضمير الفاعل object pronouns ضمير المفعول possessive adjectives صفات الملكي تمام طيب طبعا subject pronouns اللي هو زي I, we, you, they, he, she, it أما ال object pronouns اللي هي you, it, us, me, him, her, them again subject pronouns ضمير الفعل I, we, you, they, he, she, it طيب ال object pronouns ضمير المفعول you it us me him her them طيب يا مستر uh, البوززيف بوززيف ادجكتيفز اللي هي صفات الملكيه اللي هي مستر هيز ماي هير اتس يور اور ذير هيز ماي هير اتس يور اور ذير اوكي اوكي ليتس لوك ات انجليش بروناونز تعال نشوف ضمائر الملكيه انا عندي السبجكت بروناونز الضمير الفاعل اوبجكت بروناونز الضمير المفعول possessive adjectives الصفات الملكية وال possessive pronouns ضمائر الملكية reflexive pronouns الضمائر المعاكسة طب يا مستر ال subject pronouns دي بتيجي فين؟ تيجي before the verb قبل الفعل الفاعل اسمها ضماير فاعل وانا عندي الفعل ده لا اما نون pronoun اما اسم لا اما ضمير فبقول اي ها يو طيب هو هي هي شي هو هي غير عاقل ات اوكي طيب نحن we انت او انتي او انتم يو هم they يبقى I you he she it we you they okay طيب اما ال object pronouns لو بقول I طيب ال object بتاعه me يقولك like محمد Helped مي me me اما you خلاص كلمة انت you خلاص فهتقولي هنا ال object بتاعها you برضو ال he object pronoun him ولك سعده يبقى helped هم ساعدها helped her her اوكي okay. طب لو غير عاقل it طب لو احنا لك هتساعدنا you helped us تمام طيب ال you لو هي انتم اللي هي plural يعني نبقى you برضو انتم هي هيها they تبقى them helped them طيب اما البوزيسيف ادجكتيفز والبوزيسيف بروناونز ايه الفرق بين صفات الملكيه وضمائر الملكيه صفات الملكيه اللي هي ماي يور هيز هير اتس اور يور ذير دي بيفور ان قبل الاسم يعني ما ينفعش اقول بن ماي لا اقول ماي بن يور بوك هيز واتش تمام هير موبايل اوكي اتس تيل اوكي ماشي وهكذا اما ماين دي ما بيجيش بعديها نعم تمام stands alone تبقى لوحدها كده يقول لك it's mine ده ملكي it's yours ملكك it's his it's hers ملكها تمام طيب it ملهاش طبعا not used okay لو our تبقى ours your ها huh? yours their theirs اما الضمائر المعاكسه لما اسمها بنفسي يقول like لك by myself بنفسي yourself نفسك himself نفسه herself نفسها itself ده الغير العاقل ourselves أنفسنا yourselves أنفسكم themselves أنفسهم طيب ماشي تعالى بقى نتدرب على الانجليش بروناونز دي ونشوف كده هنحل ازاي في الكويستشن ده طيب لو جينا نحل على البوزيتيف ادجكتيفز ماي هير يور اور ذير هيز اند اتس تعالى نحل عليهم كده question number one. بيقول لي ايه you have a new dress space dress is nice يبقى فستان يا انت تملكي فستان جديد يبقى فستانك يبقى ايه dress ها أه؟ my hair ولا your طبعا هتبقى you يبقى your dress طيب number 2 he lives in a small house هي خلي بالك هو اللي عايش في بيت صغير يبقى بيته يبقى هنقول هير ولا ماي ولا هيز طبعا هتبقى هيز اوكي طيب اي هاف جوت ا هات اي انا انا اللي املك قبعه يبقى ها اتس ولا هيز ولا ماي يبقى ماي هات از بلاك بعد كده وي هاف جوت دوجز خلي بالك وي هاف جوت دوجز وي وي احنا يبقى كلابنا احنا ار سمارت يبقى اور بعد كده This is a table دي ترابيزة space color is black لونها ده غير عاقل هنقول his ولا our ولا it's طبعا it's they have doctors they are doctors sorry they they are doctors تمام space job is hard هم دكاترة وظيفتهم صعبة يبقى هنقول his ولا our ولا their طبعا وظيفتهم هم يبقى their تمام she's my sister هي اختي يبقى his name ولا her name ولا our name طبعا she يبقى her name احفظ بقى معايا طب لو قلت I have got a cat انا املك قطه آه يبقى space name is Bagric يبقى his ولا your ولا its ها أه؟ انا بتكلم على القطه يبقى its name اسمها خلي بالك من الحته دي We have English lessons and then Space lessons are interesting. Huh, your, ولا their, ولا our, huh, our lessons and Rusna are interesting. ولا your lessons, Drusak, ولا their lessons. If our lesson are interesting. Anne is a nice girl. Space eyes are green. Any huh, يبقى his ولا هير ولا its طبعا هير they go to school خلاص يبقى space school is big your ولا our ولا uh, their طبعا بيقولوا they تاني كده بيقول لي they go to school هما بيروحوا المدرسة space school is big مدرستهم يبقى there تمام بعد كده he has got a friend هو عنده صديق يبقى صديقه كايند يبقى صديقه هو يبقى هي يبقى ايه هنقول اتس ولا يور ولا هز طبعا هز I live in a flat I clean انا بنظف نقط فلات every week يبقى يور ولا دير ولا ماي تبقى ماي فلات شقتي تمام you has got a doll you has got a doll يعني انت لديك ها دول وات ذا مينج اوف دول دول يعني ايه دول يعني آه لعبه عروسه سبيس دول از بيوتيفول يبقى هير دال مش نقول اتس ولا هيز اوكي يو هاف got a sister لديك اخت سبيس سيستر is so ميري uh, اوكي okay. هنقول اتس ولا هيز ولا يور يو هاف got sister يبقى يور سيستر معركة دان اند كيت have got a parrot خلاص سبيس بارد كان توك يبقى يور ولا اور ولا دير طبعا زير <applause> شنو هما الاثنين جمع تمام يبقى ده كده دي حلينا على ال possessive adjectives كويس جدا